بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصريح لسيدي أحمد الددي رضي الله عنه بأدلته الفقهية. وما زلنا في شروط الصلاة، وقد وقفنا عند قول الشيخ رضي الله تعالى عنه: تجب الصلاة بدخول الوقت على مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كافرا، إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها. ثم قال الشيخ: والتكليف، ما معنى التكليف في الشرع؟ قال: طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة. طبعا معنى الكلفة يعني المشقة، طلب ما فيه كلفة. ولذلك يعني الأوامر الشرعية فيها كلفة وفيها تكليف من الله تبارك وتعالى، وابتلاء واختبار من الله للخلق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. والطلب، طلب قال يشمل الطلب الجازم وغيره فعلا أو تركا. فالطلب الجازم هو الطلب الواجب، طلب الواجب والركن، سواء كان فعلا كالصلاة والصيام وغير ذلك، أو تركا كترك الزنا، ترك السرقة، ترك شرب الخمر، ترك الربا. هذه معنى فعلا أو تركا. فالمندوب والمكروه مكلف بهما، بس على سبيل ايه؟ الند. يعني يفعله المندوب وله الثواب، ان لم يفعله لا عقاب. والمكروه مكلف باجتنابه وتركه، لكن ان فعلته لا عقاب عليك، وان تركته لك الثواب. لك الثواب. لأن المندوب ضد اللي هو ايه؟ خلاف الأول، ضده خلاف الأول. هذا مندوب مثلا كرفع اليدين لتكبيرة الإحرام، مندوب. طيب إن كبرت من غير رفع اليدين يبقى ارتكبت خلاف الأول. خلاف الأول. أما المكروه يقابله السنة، فترك السنة مكروه كترك مثلا تكبيرة، هذا مكروه. لكن إن لم تترك التكبيرة فلك ثواب السنة. وقيل تعريف آخر للتكليف: إلزام ما فيه كلفة. هناك طلب ما فيه كلفة، يعني طلبه الشارع طلبا جازما أو غير جازم. وقيل إلزام ما فيه كلفة، والإلزام الطلب الجازم فعلا أو تركا. وعلى ذلك فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما على هذا التعريف. يعني معنى الإلزام يبقى لابد من فعل، هذا معنى الإلزام. لكن الطلب بيشمل كله، يعني يشمل الجازم وغير الجازم، لكن الإلزام يبقى لابد منه. ولذلك هيخرج عن المندوب والمكروه غير مكلف بهما.
كان المباح اتفاقا، اتفق العلماء على ان المباح لا يدخل في التكليف، زي وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ما نقدرش نقول ايه ده تكليف او الزام، لانك انت غصب عنك هتاكل وتشرب يعني. لابد ان تاكل وتشرب، ده امر ايه؟ امر مباح، وكلوا واشربوا. قال والكلفة المشقة ولا تكليف إلا بفعل، يعني لما يكلفك بشيء يبقى لابد أن تفعله، ولا تكليف إلا بفعل، وهو في النهي الترك أي كف النفس عن المنهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا مضاعفا ولا تقربوا الزنا، فده ايه؟ ترك، وهو في النهي الترك اي كف النفس عن المنهي عنه. قال فشمل قولنا مكلف تجب على مكلف ثلاثة شروط، البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة، يعني متى يكون الإنسان مكلفا؟ إذا كان بالغا عاقلا بلغته الدعوة، مش تقول مسلما، لا بلغته الدعوة، فكل من بلغته الدعوة فهو مكلف وملزم بأصول الإسلام وفروع الإسلام. هذا معنى المكلف، البال العاقل الذي بلغته الدعوة، هذا هو المكلف، إن هو إيه؟ يطلب منه الأمور الشرعية على سبيل الجزم، طلب جازم. قال متمكن شرعا وعادة من طهارة الحدث. خرج الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعا، يعني الحائض والنفساء لا يتمكنان من الصلاة شرعا لأنهم من ناحية الشريعة مكلفون بترك الصلاة والصوم. قال فلا تجب عليهم، وخرج يعني شرط كلمة المتمكن من طهارة الحبس، قال وخرج فاقد الطهرين أو القدرة على استعمالهم كالمكره والمرغوب، فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن بعد خروج الوقت على المشروع كما تقدم، لعدم التمكن من الطهارة عادة. عادة هذه معنى شرعا وعادة، شرعا في الحيض والنفاس، يعني الطاهر الحائض والنفساء يعني لا يتمكنان من الطهارة شرعا، حتى لو توضأتا وصليتا فصلاتهما باطلة، لكن المكره والمربوط عادة انه يعني فاقد القدرة على استعمال الطهارة. واحد يسد كده سلاحه ويقول له اياك ان تصلي، ولو صليت قتلت، هذا معنى الإكراه، معنى الإكراه شرعا، ان هو يعني ان لم يفعل تلفت نفسه أو تلف منه عضو من الأعضاء، هذا معنى الإكراه. لكن لو ضرب يحتمل أصلي وضربني زي ما أنت عايز، لكن الإكراه اللي هو المانع من الفعل يؤدي إلى قتل النفس أو فقد عضو من الأعضاء أو تعطيل عضو من الأعضاء.
محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، ده مكره. المربوط خلاص ده مربوط، لا حتى لو الماء تحته ما يقدرش عادة يتمكن من الطهارة. هنا ده اسم فاقد الطهورين تعرضنا ليه في باب التيمم، في باب التيمم. وأعاد الشيخ الكلام هنا ثاني، وقيل تجب عليه فيؤديها ولا يخطئ، قال ولا وجه لها، يعني تجب عليه، قال يؤديها من غير وضوء ولا تيمم، قال فيؤديها في الوقت ولا يخطئ، قال ولا وجه له، يعني كيف يؤديها وهو غير مفطر، لا وجه. وقيل بل يقضي ولا يؤديها كالنائم، يقضي ولا يؤدي، مقاس على النائم، يعني بعد أن يزول الإكراه أو بعد أن يجد الماء أو التراب يقضي ما فاته من الصلوات. قال ورد هذا القول، رد بوجود الفرق بينهما. ليه؟ لأنه طبعا النائم منصوص عليه، النائم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، يعني نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم. أما طبعا المكره ده طبعا غير مخاطب بالصلاة أصلا، لعدم قدرته على الطهارة. يعني فإن النائم والناس يعني عندهما نوع تفريط، عندهما إيه؟ نوع تفريط. أنا عايز أقول إن مثلا المفروض النائم مثلا قبل أن ينام يعهد إلى أحد أن يوقظه، يعني لكن عنده نوع تفريط الناس والنائم، بخلاف المكره والمربوط. قال وايضا عذرهما يزول بادنى تنبيه بخلاف غيره، يعني عذر طبعا فاقد الطهورين او المكره او المربوط الله اعلم متى يزول ايه عذره، ممكن يقعد سنين محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، والمربوط الله اعلم متى يحل من ربطه. قال ولذا طلب الشارع منهما القضاء، من نسي صلاة او نام عنها استدراكا لما فاتهما، وابقى ما عداهما على الاصل. على الاصل هو سقوط الاوامر والنواهي عنه، هو المكره والمربوط. قال ففاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لأنه لا يصح أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم. قال كالحائض والمجنون، كالحائض والمجنون، فالحائض لا تقضي، وكذلك المجنون حينما يفيق لا يقضي. وقيل يؤدي ويقضي احتياطا، قال ولا نظير له يقاس عليه، ولا نظير له يقاس عليه، يعني يؤدي من غير طهارة ويقضي احتياطا، ويقضي احتياطا، قال ولا نظير له يقاس عليه، يعني ايه القياس؟ انه يؤدي الصلاة ويقضيها، ما فيش حاجة يقص عليها. فالحق ما قاله الإمام مالك، هذا كلام الشيخ الكبير. ولذلك ايه الشيخ الصافي المالك والشيخ الصاوي ذكر في الحاشية يعني بيتين تلخيص للأقوال الأربعة في فاقد الطهورين، وذكرناه قبل ذلك. ومن لم يجد ماء
ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبر يقضي والأداء لأشهر. هذه إيه؟ لخص تحفظهم علشان ما تتوهش. ومن لم يجد ماء ولا متيمما يعني فاقد الطهورة. فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يعني كل قول يحكي ما ذهب إليه يؤدي ويقضي عكس قول الإمام مالك. الإمام مالك قال لا يقضي ولا يؤدي يعني أن الصلاة ساقطة عنه الصلاة يعني لا يؤديها ولا يقضيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا ليس في وسع لا الأداء ولا يكلف المشقة لأنه لا يعرف مثلا متى يزول الإكراه ومتى يزول السن. يبقى من قوله الراجح لا يؤدي ولا يقضي والمقابل للإمام مالك هو الأخير ده اللي قال عليه يؤدي ويقضي ولا وجه له في الإيه في القياس. وأصدق قال يعني لا يؤدي ولكن يقضي يعني بعد زوال الإكراه وبعد وجود بعد حل الرد قال يقضي ما فاته من الصلاة وده طبعا تكليف بشيء شعر. والإمام أشهد تلميذ الإمام مالك قال يؤدي الصلاة ولا يقضيها من باب فاتقوا الله ما استطعت فهو يؤديها على حالته ولا يقضي يؤديها من غير ايه؟ من غير طهارة. نعم؟ زي اللي موجود في حاشية الصفت يعني زي ما قال الشيخ الصفت المالكي قال يعني انه المربوط يومئ بوجهه للأرض بوجهه ويديه للأرض ويجري الصلاة على ايه؟ على قلبه ويستمر. أنا كنت قرأت حديث بس لا أعلم تخريجه الآن في أن صحابيين كان في سفر أو كان في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب صلى واحد منهم والآخر لم يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صوب فعله يعني لم ينكر عليه يعني برضو الإمام أشهر يعني له دليل في الكلام له دليل في الكلام يعني هو إيه يعني امتثل الأمر امتثل الأمر وصلى على الحالة التي هو عليها. والذي لم يصلي معصوم لأنه فاقد الطهورية. نعم. صلوا بغير ايه؟ بغير وضوء وبعضهم لم يصل فصور صلى الله عليه وسلم ذكرت ان انت لم يصل. قال غير نائم ولا غافل بالجر غير نائم بالجر نعت ثالث تجب على مكلف متمكن من طهارة الحدث غير نائم ولا غافل. قال فخرج النائم
والغافل أي الناسي، كما عبرت في حديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالنائم الغافل فلا تجب عليهما حتى يستيقظا، وإنما ذكر هذا مع دخوله فيما قبله، إذ النائم والغافل غير متمكنين من طهارة الحدث عادة. وعن طبيعي أن النائم والغافل يعني لا يستطيعان الطهارة وهو نائم، قال لأنهما لما كان يجب عليهما القضاء دون غيرهما كان كأنهما قسم مستقل بما، يعني طبعا اللي هو المتمكن من طهارة الحدث هذا قسم، لكن النائم والغافل ده قسم ثاني، النائم والغافل هذا قسم ايه؟ لأن ذكر مستيقظ اللي هو المكره مستيقظ، لكن النائم الغافل يبقى الماء موجود والتراب موجود ولا يستطيعان الطهارة عادة. وكان من جملة غير المكلف الصبي، فيتوهم أنه لا يؤمر بها بحال، لأن قال البلوغ شرط وجوب، فكان ممكن يتوهم أنه لا يؤمر بالصلاة، ولذلك الشيخ قال نبه على ذلك، نبه على أنه وإن لم تجب عليه الصلاة يؤمر بها ندبا، يؤمر بها ندبا. فقال وأمر صبي ذكرا أو أنثى بها، أي بالصلاة لسبع، أي عند دخوله في العام السابع لا بعد انتهاء السابع، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني عند الدخول في العام السابع لا بعد الانتهاء، لأنه لو دخل في الثامن كان يقول للثامن أو لثامن، لكن هنا قال لسبع. ولا يضرب إلا بيمتثل بالقول، إنما يقال له صلي ويعلمه الصلاة ويصحبه معه إلى المسجد الصبي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يصحبون صبيانهم معهم في المسجد، لكن الشيخ الترمذي رضي الله عنه يعني قال انه قال انه الصبي الذي يعقل الامر والنهي، الصبي المميز الذي يعقل الامر، يعني نقول له اسكت يسكت، صلي يصلي، لكن الابن الثلاثه او الاربعه او الخمسه ده يفعل عكس ما يقال له، يعني اذا قلت له لا تتكلم يتكلم يعكس، لكن اول ما يدخل في العام السابع يبدا العقل والتمييز. لكن لا يضرب عليه، بعض الناس يتشدد ويضرب الصبي من السبعه والثمانيه والتسعه، لا، لان ده ممكن ياتي باثر عكسي فيكره العباد. قال ولا يضرب الا من يمتثل بالقول. وضرب عليها اي لاجلها بعشر، اي لدخوله في العام العاشر ضربا غير مبرح، يعني لا يشيل لحما ولا يكسر عظما، هذا معنى الضرب غير المبرح كضرب النساء. قال والآمر له بها والضارب وليه، وليه يعني زي الأب أو الأم إذا كان الأب ميتا
أبو البصير قائم على تربيته، ومحل الضرب إن ظن إفادته وإلا فلا. هذا محل ضرب الصبي، يعني مثلا ضرب مرة والثانية والثالثة لكنه لم يمتثل، يبقى إذا يتركه. ليه؟ لأن صلاته ليست واجبة عليه، خلي بالك ليست واجبة عليه، يبقى إن ظن الإفادة ضرب، أما إذا جاءت بأثر عكسي يبقى يتركه حتى يعني لا يقع في العناد. كان محل الضرب إن ظن إفادته ولا إفادته، فإن بلغ وصلى فأمره ظاهر بها، وإلا أخر فيدخل في التكليف، وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضروري ويقتل بالسيف حدا على ما تقدم. خلاص إذا بلغ ولم يصلي ينطبق عليه الحكم الذي ذكرناه في الدروس الماضية. يبقى إيه؟ إذا ترك الظهر والعصر يبقى هيترك بمقدار ما يسع 5 ركعات، يعني 4 للظهر وركعة من العصر، بدون قال بدون تقدير الطهر، قال صونا للدماء ما أمكن كما قال الشيخ، يعني ما قدرش طهارة كمان، يعني مثلا 5 ركعات تستغرق 10 دقائق أو 8 دقائق، خلاص يبقى إيه؟ قبل غروب الشمس ب8 دقائق إن لم يصلي قتل حدا لا كفر. قال وفرق بينهم في المضاجع، أي ندبا على سبيل الندب، لأنه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 20، وفرقوا بينهم في المضاجع. الأوامر هنا للندب والاستحباب. قال وفرق ندبا في الدخول في العشر، في العشر بينهم أي بين الصبيان ذكورا وإناثا، ذكورا أو إناثا في المضاجع أي عند النوم، ويكفي أن ينام كل واحد بثوب على حدته، ويكره تلاصقهم عراة. شوف ده يعني، يعني في الزمن الأول كان هناك فقر شديد، الظاهر كانت الصبيان تنام عريانا من شدة الإيه؟ الفقر. ولذلك كان يكفي ان كل واحد ايه؟ يعني يلبس ثوبا واحده وينام فيه. ولكن الان الافضل في الصبيان ان يجعل لهم يعني الذكور مثلا غرفه والاناث غرفه، او اقل شيء يعمل للولد سرير وللبنت سرير، يعني هذا هو الأفضل في زماننا هذا بالذات. يعني لو ربنا موسع عليه يبقى كل واحد كل يعني نوع غرفة، الذكور غرفة والإناث غرفة، وكل واحد على سرير، وإلا فالذكور والإناث يبقى كل بنت على سرير وكل ولد ذكر على سبيل. ولما فرغ من بيان شروط الوجوب اللي هي البلوغ والعقل وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والتمكن من طهارة الحدث الشامل للخلو من الحيض والنفاس والإغماء والنوم والنسيان، وشامل برضه للقدرة على تحصيل الطهارة أو
الإيمان شرع في بيان شروط صحتها، وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الوجوب كالعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فيعلم منه أن ما أعاده اللي أعاده هنا شرط فيهما معا، وأن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده شرط في الصحة فقط. فهنا أعاد هو طبعا شروط من شروط العقل من شروط الوجوب. قال وصحتها بعقل، فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه، لأنه طبعا المجنون غير مكلف، الذي واجب عليه ولا إن صلى تصح منه، لأنه غالبا طبعا المجنون يعني يصلي صلاة زي ما أنت عارف طبعا صلاة مضحكة يعني ممكن يصلي نصف ركعة، ممكن يصلي 10 ركعات مثلا متواصلة، ممكن يصلي جهرا في الركعات كلها مثلا، ممكن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويصنع ما يشاء، نعم؟ ده إن لم يفسد باقي إيه؟ باقي صلاة الناس. فلا تصح من المجنون كما لا تجب عليه، ومثله المغمى عليه، طبعا المغمى عليه ده من باب أولى، لأنه لا عقل له يعني ولا يقدر على أن يقف ويجلس أصلا يعني، هو شبيه بالميت. قال وقدرة على طهارة حدث، فلا تصح من فاقد الطهورين، يبقى لا تجب عليه ولا تصح منه وإن صلى، أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه، اللي هو عاجز عن استعمال الايه؟ عاجز عن استعمال الماء والتراب، زي مثلا ايه؟ المقطوع اليدين والرجلين، مقطوع اليدين والرجلين، يبقى ده يعني الماء موجود والتراب موجود لكن لا يستطيع ايه؟ أن يفعل شيئا منها. قال ايه؟ لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه، اللي هو العاجز عن استعمال الطهورين، وكذلك المربوط داخل معنا برضه في عدم الاستعمال او عدم القدره على استعمال الطهورين، فهي شرط فيها اللي هي ايه؟ الطهاره، ونقاء الخلو من حيض ونفاس، فلا تصح من الحائض او النفساء لقيام مانع الحيض او النفاس بها كما لا تجب عليهم. فهو شرط فيهما اللي هو النقاء من دم الحيض والنفاس، وبإسلام فلا تصح من كافر وإن وجبت عليه، فهو شرط صحة فقط اللي هو ايه؟ الإسلام، يعني هي واجبة عليه لكن لا تصح. بل وأعاد الباء فيه إشارة إلى أنه وما بعده شرط صحة فقط، اللي هو الإسلام وطهارة الحدث والخبث، شرط صحة فقط وليس بشرط وجود. وطهارة حدث فلا تصح بغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وطهارة حدث فلا تصح بغيرها، وإن وجبت عند القدرة على تحصيلها فهي شرط صحة فقط عند القدرة على تحصيلها. وأما نفس القدرة على وجود أحد الطهرين فشرط وجوب وصحة
كما معه، يعني لابد من وجود الماء او التراب. القدرة على وجود احد الامرين، يعني طلب الماء او طلب التراب، ده شرط وجوب وصحة معه. وطهارة خبث على ممر في فصليهما من ان طهارة الحدث الاكبر او الاصغر واجبة مطلقة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ولقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وتسقط الصلاة بعدم القدرة على تحصيلها كالمكره والمرء، وأن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. طهارة الخبث من النجاسات واجبة مع الذكر والقدرة، لكن إذا صلى الإنسان ناسيا صلاته صحيحة، يعني صلى بالنجاسة وبعد أن فرغ من الصلاة وجد النجاسة، يبقى صلاته صحيحة ويندب أن يعيد الصلاة في الوقت، أما إذا فات الوقت فلا إعادة والصلاة صحيحة. أو النجاسة موجودة لكن لا يجد الماء الذي يطهرها، ما فيش قدرة على طهارة الخبث، يبقى إذا تعثر الأمر سقط. إذا تعثر الأمر سقط، هذه معنى واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. أو وجد الماء ولكن ضاق الوقت عنه، يعني لو اشتغل بغسل السوق تغيب الشمس او تطلع الشمس، يبقى هنا ضيق الوقت برضه يعتبر ايه؟ من فقدان القدره على استعمال الماء، ضاق الوقت زي الجنب. احنا قلنا عند ضيق الوقت يتيمم ويصلي قبل طلوع الشمس او قبل غروب الشمس مع وجود الماء، لكن ما فيش وقت ايه يستعمل فيه الماء. بعد كده في امور يعني مواضع يعني الشيخ ذكرها لانها متصله بازاله النجاسه، فكان وجازت الصلاه بمقبره او بمقبره بفتح الميم وتسليس الباء اي فيها، ولو على القبر، وجازت الصلاه بمقبره ولو على القبر، يعني بس اذا كان القبر ايه؟ مستوي. اذا كان القبر يعني مسوى فالإنسان لا يصلي، فجاءت صلاته فوق الايه؟ القبر. ومعنى جازت الصلاة بالمقبرة بمعنى أنها صحيحة. صحيحة. وجازت الصلاة بمقبرة أي فيها ولو على القبر، عامرة أو دارسة. يعني عامرة يعني بيدفن فيها باستمرار، والدارسة اللي هي ترك الدفن فيها. قال ولو لكافرين، يعني لو كانت مقبرة كفار يصلى فيها والصلاة صحيحة تجوز. وحمام ومزبلة، طبعا الحمام بعض الناس يظن ان هو الكنيف او دورة المية، لا، الحمام ده كان موجود فيه ماء ساخن، حوض فيه ماء ساخن وبخار، فكان الناس يعني يذهبون اليه للعلاج، للعلاج وللنظافه ايضا. فده كان حمام للاستحمام وليس لقضاء الحاجه من بول او غائط. يعني احسن واحد يفكر انه تجوز الصلاه في دورات المياه.
مدرس حمام البخار. يقال له حمام البخار وله مياه كمان خاصة، يعني حمامات حلوان فيها مياه كبريتية لعلاج الأمراض الجلدية، اسمها حمامات حلوان، إلى الآن موجودة. اسمها حمامات حلوان، أحواض أحواض كبيرة جدا، وإلى الآن الناس يذهبون إليها من أيام الفراعنة وهي موجودة. ولذلك يعني يشترط في دخول الحمام شرعا أن يدخله بمئزر، يعني إزار من السرمة إلى الركبة، في حديث عن رويه الإمام أحمد، وإن كان سند ضعيف، فإنما صلى الله عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فالإمام أحمد قال: أردت دخول الحمام يعني لضرورة، فأتزرت فقال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جعلك الله إماما يقتدى بك لاتباعك سنتي صلى الله عليه وسلم. شوف لما عمل بهذا الحديث، شوف المكافأة، مكافأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشارة بأنه إمام يقتدى به، فله ثواب بعدد من اقتدى به. فطبعا الحمام له طرقات يعني تؤدي اليه، يخش الحمام مثلا احواض احواض، وبين الاحواض فيه ايه؟ فيه طرق، فلو صلى في هذه الطرقات جازت الصلاه. قال: وحمام ومزبلة. المزبلة هي محل طرح الزبل، الزبل هو بتاع الطيور، طيور، بس طبعا لابد تكون طيور تأكل الطهارة ولا تأكل النجاسة، يعني مش كل مزبلة، يعني لابد يكون ايه مثلا زي زبل الحمام مثلا او العصافير، هذه معنى مكان طرح الزبل، الزبل للطيور التي تأكل طهارة، يعني تشرب ماء طاهرا وتأكل حبا طاهرا. ومعظم الطيور المحبوسة الآن في الحظائر تأخذ هذا الحب، يعني يسموها عشرة الفراخ مثلا، لو واحد صلى على أرضها وهو بيرشيها القمح أو بيرشيها مثلا الذرة أو الحب، ولا تخرج وتأكل النجاسات، يبقى فضلتها ايه؟ طاهرة. ما دام تأكل الطهارة يبقى فضلتها ايه؟ طاهرة. ولذلك حكم على العصافير والحمام بطهارة الزبل يعني والفضلات، قال: لأنها لا تأكل إلا الطهارة، بخلاف مثلا البط، البط والجوز والفراخ مثلا تأكل الايه؟ النجاسات، شأنها أكل النجاسات، ففضلتها ايه؟ نجسة، يحكم بالنجاسة. يبقى كل طير وكذلك يعني كل مأكول اللحم من الأنعام كما ذكرنا فضلته طاهرة ما لم يأكل الطاهر، لكن الجلال من الطير أو من الحيوان إذا كان يأكل النجاسات اللي هو الجلال ده يبقى فضلته نجس وبوله نجس. هذه معنى كلمة ومزبلة. ومحجة أي قارعة طريق أي وسطها، اللي هي الطرق الشوارع. قارعة الطريق أي وسطها. قال: ومجزرة، فتح الميم بالسلاسة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاي،
إن أمنت النجاسة. بس دي خاصة بإيه؟ بما مضى كله، المقبرة، الحمام، المزبلة، حدة الطريق، المجزرة. شرط أمن النجاسة. المجزرة اللي هي إيه؟ السلخان اللي بيذبح فيها. لها طرق طبعا مؤديه الى مكان الذبح. طبعا محل الذبح مكان الدم المسفوح ده لا يصلى فيه لانه نجس، لكن اماكن اخرى طاهره مؤديه ما دام مقبوله من الدم يبقى يصلى فيها، يعني يصلى على الارض وقارعه الطريق كذلك. لكن لو طريق مثلا ممر حمير وخيل وبغال يبقى دي كده غير مأمونة النجاسة. يعني كلمة إن أمنت النجاسة ده راجع للجميع قال بأن ظن طهارته، والظن معناها إيه؟ الراجح، يعني رجح الطهارة على النجاسة. قال وإلا تؤمن وصلى أعاد صلاته بوقت إن شك فيها. يعني إذا شك في النجاسة سواء في المقبرة أو الحمام أو المزبلة أو قارعة الطريق أو المجزرة، إذا شك يبقى إن تحقق من النجاسة يعيد الصلاة أبدا. لكن إن شك ولم يترجح عنده شيء يبقى يعيد في الوقت فقط، يعيد في الوقت. ومنعت الصلاة في تحقق النجاسة في هذه الأماكن، خلاص لا يعرف إن المكان ده نجس خلاص. وطبعا في حديث طبعا يعني وإن كانت ضعيفة لكن الإمام مالك لم يأخذ بها، يعني حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يصلى في مواطن، في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. ده حديث مروي في الترمذي لكن إسناده ليس بالقوي. يبقى النهي هنا بمعنى خلاف الأول، خلاف الأول. ولذلك كان وجازت بمربض غنم وبقر أي محل رضوضها أو بروكها لطهارة زوجها، يعني الغنم فضلتها طاهرة إلا إذا كانت جلالة، والبقر كذلك. كل مأكول اللحم عندنا في المالكية فضلته طاهرة إلا إذا كان يأكل النجسة، إذا كان جلالا ففضلته إيه؟ نجسة. فالذي يأكل طاهرا منها تجوز الصلاة في مكانه، مكان الإبل أو مكان البقر أو الجواميس أو الغنم أو الماعز، كل واحد. كل مأكول اللحم عندنا يعني يصلى إيه؟ في مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني الغالب النجاسات لأن المقبرة تقلب أرضها يعني بيحفر ومخلوطة بدماء الأموات وصديدهم، يعني يشك في إيه؟ في طهارة المقبرة. والحمام طبعا بيخاف من التبول، يخاف من تبول بعض الناس مثلا في الطرقات. ونقف عند الأماكن التي يكره فيها أو تكره فيها الصلاة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.